ونبقى في الخدمات، فقد صرح مدير بلدية قضاء العلم حذيفة أحمد عن البدء بعدد من المشاريع الخدمية والترفيهية، والتي تشمل إنشاء منتزهات جديدة وتأهيل عدد من الشوارع المهمة. وأكد معاون مدير البلدية أن الأعمال تأتي تلبية لطموحات المواطنين في تحسين البنى التحتية وبمختلف القطاعات الحياتية الرئيسية. حسب توجيهات السيد محافظ صلاح الدين الأستاذ بدر الفحل المحترم والسيد مدير بلديات صلاح الدين المهندس محمد حسن حديد، تقوم بلدية العلم بعدد من الأنشطة في مجال تقديم الخدمات وأفضل الخدمات للمواطنين من خلال أعمال تنظيفات القواطع في القواطع السكنية والشوارع التجارية وباقي الأماكن المتفرقة ضمن القضاء. كذلك لديها بعض المشاريع مثل مشروع تأهيل السدة بطولة 850 متر والذي تشرف عليه بلدية العلم، وهو من ضمن تخصيصات الجهد الخدمي الهندسي في صلاح الدين. كذلك لدينا عدد من المنتزهات، وحاليا جاري العمل على منتزه حيوي أيضا ضمن المنطقة وضمن المركز القضائي يعتبر، وكذلك أعمال الزراعية وتشجير الشوارع والطرق الرئيسية داخل القضاء. إن شاء الله بدينا بداية جديدة، عندنا كادرنا من مهندسين وفنيين وقانونيين ومحاسبين، وإن شاء الله نقدر نقوم بواجبات وخدمة المواطنين، وإن شاء الله المواطن نحاول أنه نسهل أكثر قدر الإمكان أنه نسهل أموره، إذا كانت يعني مشاكل إدارية أو فنية. والمواطن حق علينا، لأن أكثر المرات يجي المواطن عنده المعلومات توصلها ما مو صحيحة أو تكون معلوماته بسيطة جدا، فنحاول أنه إحنا نوصل الفكرة ونحاول نحل المشاكل اللي هي موجودة بشكل عام يعاني من عندها المواطن، أما مشاكل طرق أو تجاوزات أو مشاكل مثلا ماي مجاري اللي هو يكون عملها مقارب لعملنا أو تماس وياه. فإن شاء الله احنا بهذا الأيام المقبلة وبجهود المدير والمسؤولين الوحدات الإدارية السيد المحافظ نحاول أنه نسيطر ونغير من الأمور اللي يجوز كانت ناس أنظارها بعيدة عنها أو ما تحاول أنه تقترب لها أو يعني ظروف معينة، فإن شاء الله احنا نحاول نطور من هذا الشيء ونقدم خدمة للمنطقة وقضاء العلم إن شاء الله بجهود الناس اللي بها والطيبين.